السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنكمل بقى بقيه الايه الكود اوبريشنز. طيب انا بعمل الجزء بتاع الاي بي اي ده ليه في كلاس لوحده، وعملت الريبو ده ليه. طيب انا عملت الجزء بتاع الاي بي اي ده وخليته يبقى انترفيس من او يارس من البرودكت ريبو عشان نعمل اوفررايد للميثودز اللي انا ايه معرفها في الكلاس اللي هي الايه برودكت ريبو، عشان اجبرك ان انت تعمل اوفر رايد للايه للميثودز دي كلها. لان انا مثلا لو عندي فهيبقى عندي فولدر تاني في السيرفيسز اسمه هايف، تمام، دوت هايف سيرفيسز مثلا، او لوكال دي بي مثلا، لوكال دي بي دوت دارت، تمام. فكل سيرفيس هيبقى المفروض هيبقى فيها ايه، يعني المفروض هتعمل كلاس برضو هنا، تمام، وده تتعامل مع اللوكال داتابيس. فانت برضو طالما هتتعامل مع اللوكال داتابيس يبقى لازم تتعامل مع الاربع فانكشنز دول، ممكن تزود اي فانكشن دي براحتك يعني، تمام. فانا اول اتعامل مع بتاع الاي بي اي ونربطها بالفيو موديل وبالفيو، وبعد كده ايه نرجع نكمل الايه الهايف. احنا كده كده هنستخدم هايف اد تو كارت، يعني مش هنستخدمها في اللي هي حاجه يعني، تمام. فطبعا اللي هي الحته بتاعت البوست بقى اللي هي اد برودكت الميثود، انا طبعا جوه الاي بي اي المفروض الميثود اللي هي بتاعت اد برودكت دي بقى هنعمل بوست ريكويست. فانت هتقول له اسينك، تمام، وهتعرف فاريبل برضه هتقول له اتش تي تي بي اتش تي تي بي دوت ريسبونس، تمام، الاتش تي تي بي اللي هي فوق ديت، تمام، وهتقول له اسمه ريسبونس برضه، تمام. المفروض ان احط دي بين تراي وكاتش برضه، تراي كاتش، تمام، وايه والاكسبشن، تمام. تعالى بقى نكمل نحط ايه الموضوع ده كده اتش تي تي بي دوت، طبعا هي فويد مش هترجع حاجه. فانت تقول له الريسبونس ده هيساوي ايه، هيساوي اويت، تمام. المفروض احنا هنعمل بوست، فانت تستخدم الميثود اللي اسمها بوست. فانت تقول له اتش تي تي بي دوت بوست، تمام. لو انت مش فاهم الاي بي اي هتلاقيه عامل بلاي ليست الاي بي اي. فالمفروض البوست ده محتاج منك كذا حاجه. اول حاجه محتاج منك اليو ار ال، وفي حاجه اسمها الهيدرز، تمام، واحتاج منك البادي. البادي ده ايه الاوبجكت اللي احنا هنروح نخزنه، تمام. طيب محتاج الهيدرز، الهيدرز دي ايه، انا هعرفك دلوقتي الهيدرز والبادي، تمام. طيب تعالى الاول نديله اليو ار ال، هو محتاج يو ار اي دوت بارس، تمام، واليو ار ال تديله هنا اليو ار ال، تمام، اللي احنا معرفينه في الايه في الكونستانس، تمام. كده بقى عندنا ايه كذا ايه فانكشن، كذا حاجه المفروض نعملها بسيطه هنا. بس لو انت جيت تبص هتقول له اد برودكت هنا، مش انت في اد برودكت دي المفروض بتعمل بوست، المفروض تدي له برودكت اوبجكت من النوع برودكت وهو يحوله لجيسون يضيفه كشكل جيسون. فاحنا هنعرف اوبجكت هنا اسمه من النوع برودكت من الكلاس برودكت، تمام، اللي احنا عاملينها الموديل ده، وهتسميه ايه برودكت مثلا، تمام. فهو مش هيقبلها منك هنا لان انت عامل اوفررايد للميثود ديت من الريبو. فالمفروض في الريبو تعمل برضه هنا ايه، تخليها تستقبل باراميتر برودكت مثلا، برودكت، تمام. بس هو كده ايه، مش المفروض ده يعني ما يتكلمش معاك يعني، تمام. طيب قبلها من هنا اهو، ماشي. المفروض هنبص شويه حاجات. تاني حاجه المفروض الهيدرز، تمام. الهيدرز دي بص يا سيدي، من كل اختصار في شويه حاجات كده مثلا زي الاكسس توكن، اليوزر توكن، وفي حاجات زي الهيدرز. الهيدرز عندنا حاجه اسمها كونتنت تايب. بص دي شويه حاجات كده بتبعتها مع يعني زي الميتا داتا كده، معلومات عن الاي بي اي بتاعك، بتاع الباك اند بيجهز لك حاجه اسمها الهيدرز، تمام. ده المفروض احنا كنا عاملينها نعملها يعني، تمام، بس انا ما عملتهاش. في حاجه اسمها التوكن، في حاجه اسمها الهيدر، في حاجه اسمها الكونتنت تايب، وهكذا. طيب ايه التوكن ده بكل اختصار؟ لو انت لو احنا عاملين احنا عاملين دلوقتي عاملين الداتا بتاعتنا بابليك، لو احنا مثلا عاملين الداتا بتاعتنا برايفت، والمفروض انت تكون سجلت الدخول وتبعت لي الايه كلمه السر والايه والباسورد، تمام، عشان تقرا من الاي بي اي بتاعي. يعني انا مش هخليك تقرا من الاي بي اي بتاعي لما انت تكون ايه اوثنتيكيتد، يعني سجلت الدخول. طيب هل في كل مره المفروض تعمل لي انت تضيف لي برودكت مثلا، هل المفروض تسجل الدخول او تخليك تسجل الدخول كذا مره؟ لا، المفروض انت بتسجل الدخول اول مره وانا بديك مثلا ايه زي كارد اي دي مثلا، اي دي يعني بديك كارد ايه، اذنك بتروح تعمل اشتراك في نادي، والنادي في اول مره بيعمل لك الاشتراك، بس بعد كده بيدوك الكارت تخش بيه في كل مره. هو الكارت ده بقى اللي هو التوكن، تمام. التوكن ده هو اللي هيسمح لك ايه تقرا من الاي بي اي او تعدل عليه او بتاع. فانا طبعا بتاع الباك اند انا اللي بتحكم في الموضوع ده، بس انا ما حطيتش توكن، فانا ايه مش هنحتاج توكن. طيب في حاجه اسمها الهيدرز،
الهيدرز دي في حاجه اسمها كونتنت تايب، نوع المحتوى بتاعك. هل انت هتبعت، يعني هنا مثلا في الهيدرز، هل انت هتبعت ملف اتش تي ام ال ولا هتبعت جيسون داتا ولا هتبعت ايه؟ فانا هقول له المفروض الكونتنت تايب، تعال نجيب هنا كده كونتنت تايب جيسون، المفروض ايه؟ بص المفروض هتبعت حاجه زي دي، يعني في الهيدرز اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي تعالى نجيب هنا كونتنت طيب جيسون هيدر فلاتر مثلا، فلاتر اتش تي تي بي. تمام برضو يعني انا ببحث قدامك عشان انا بقول لك يعني اي حد بيخش يبحث، يعني انا مثلا في حاجات ما ببقاش عارفها يعني، ودي مش عيب فيا، لا دي ميزه، دي ميزه ان انت تبقى تعرف تبحث وتجيب الحاجه. تمام طيب هتيجي عندنا تحت هنا هتلاقيه بعت في الهيدرز، هو عامل بوست ريكوست اهو. تمام ده اليو ار ال بتاعك زي اللي احنا هنعمله بالظبط. تمام وبعت الايه، بعت الكونتنت تايب. تمام وبعد كده البادي تحت. طيب الكونتنت تايب ده بقى يا سيدي، انا هبعت ابلكيشن دوت جيسون. تمام الداتا اللي انا هبعتها جيسون. تمام يعني انت هتحول لي الداتا لجيسون وانا هبعتها لك. طيب بعد كونتنت تايب المحتوى اللي انا هبعته، المفروض تبعت البادي بقى، البادي. تمام طيب البادي ده المفروض ايه؟ المفروض نبعت له البرودكت اللي هو ده بقى البرودكت. بس هل احنا كنا في قاعده البيانات بنخزن الداتا على شكل ايه؟ على شكل جيسون. هل هتبعت البرودكت ده ولا هتبعت برودكت دوت جيسون؟ المفروض نبعت البرودكت دوت جيسون، بس في ميزه هنا المفروض نستخدمها اللي هي جيسون ايه انكود. لو انت هتبعت الداتا للاي بي اي بتستخدم جيسون انكود. جيسون انكود دي بتحول الجيسون بتاعك يعني بتحوله زي سترينج كده. تمام لان احنا لما كنا بنجيب الداتا للاي بي اي كنا بنقول جيسون ايه دي كود. تمام كان بتحول من سترينج لايه، لاوبجكت. طيب هنا العكس، المفروض جيسون ايه دي انكود بقى. تمام والمفروض تبعت ايه، تقول له برودكت دوت ايه تو جيسون. تمام بس هو ده دي البوست ميثود. تمام يبقى انا كده ايه بعد انت سايف كده، يبقى انا هنا بعت له البادي. تمام بعت له هنا اديت له الاول اليو ار ال. تمام وبعد كده الهيدرز ماشي، لو في قلت لك لو في توكن هتبعته برضه. تمام وبعد كده بديله الايه البادي. البادي ده بقى اللي هي الداتا اللي انت هتخزنها. فانت بتقول جيسون انكود وبعد كده ايه تقول له برودكت دوت تو جيسون. طب لو انا ما كنتش عملت ديت، فانت كنت هتحط له ماب كده مثلا تايتل دي بيساوي الايه، وتدي له التايتل بتاعك وهكذا. تمام فانا البرودكت دوت تو جيسون عشان كده انا عملتها، يعني عشان لما اجي ابعت الداتا للايه لقاعده البيانات او للاي بي اي. تمام بس دي البوست. تمام بس طب بعد كده بقى، بعد ما الريسبونس ده بقى هيتخزن فيه العمليه دي كلها، العمليه دي الاوتبوت بتاعها هيتخزن في الريسبونس. فانا ممكن اقول له مثلا برنت بعد ما يخلص، اقول له ريسبونس دوت بادي، ابعت لي البادي بتاع المفروض انا بتاع باك اند برد عليه. يعني مثلا في البوست مان، بوست مان هنا لما كنا بنعمل بوست، اوريك دلوقتي على ما يفتح. تمام لما كنت بتيجي تعمل بوست ريكوست هنا كده بوست، وبتبعت له مثلا اي حاجه مثلا هنا التايتل مثلا، وتقول له ايه جلاسز مثلا جلاسز، المفروض بتبعت له الايمج، وبعد الايمج المفروض نبعت له الايه الديسكريبشن دي اي اس سي. تمام طبعا الحاجات دي كلها بتتخزن في مونجو دي بي. تمام المفروض اي لاف جلاسز مثلا جلاسز اي حاجه، يعني المفروض ايه انت لما تسند الريكوست ايه بيرد عليك بريسبونس. طبعا احنا كنا شغالين الموضوع ده في ال تمام، المفروض يعني اهو تمام برودكت كريتد سكسسفولي. تمام ده البادي اللي هو هيرجع لك يعني. تمام والداتا التايتل اللي انت بعته بتاع، انا اللي كنت مهندل الحته دي في الباك اند. تمام انت المفروض يعني اتفرجت على الباك اند، يعني المفروض يعني انا احسب يعني ايه يعني هقول للنفس اللي انتوا اتفرجتوا يعني. فالبادي ده هيحتوي على الحاجات دي. تمام اللي هي اللي تحت دي ماشي. طيب دي بقى الايه، دي كانت البتاع. طبعا هتعمل له هنا اف برضو، لو احنا في الديباج مود يبقى عامل لي برنت، لو غير كده لا. طب تعالى ننزل تحت هنا ونقول له برضو ايه، تعالى ناخد دي كده كوبي وننزل نقول له هنا برنت اكسبشن اكسبشن. احنا ممكن نحط دي في ميثود مثلا، اف كي دي واج مود ديت نحطها في ميثود هنا مثلا، نقول ايه اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن نعملها في مثلا في الكونستانس
تمام، مش عارف هيقبل مني ميثود ولا لأ، فممكن تشيك اف تشيك دي بج مثلا، دي بج او كاستم برنت مثلا. المفروض بتديله هنا الفار مثلا الداتا، تمام، والمفروض هنا بينزل بايه بيعمل الموضوع ده. تعالى نستدعي الايه الفاونديشن دوت دارت، والمفروض بتبعت له الايه الداتا، تمام، التشيك دي بج. فاحنا هنستخدم التشيك دي بج دي بقى على طول، تمام، عشان انت كده الكود بتاعك ريوزابل. تعالى نحط هنا تشيك دي بج، تشيك دي بج، وتديها الايه الداتا اللي انت عاوز تطبعها، قشطه، تمام. هنا برضو بدل نشيل ديت ونقول له تشيك تشيك دي بج، وتدي له الريسبونس دوت بودي، تمام. وفين تاني هنا برضو تشيك دي بج، وتقول له ايه دات ال اي اللي هو الاكسبشن، تمام. طيب بس الموضوع يعني بسيط، ابسط مما تتخيل. طيب تعالى ديليت برودكت، دي كانت البوست، تمام، او الاد برودكت. هنا استخدمنا الميثود اللي اسمها بوست، فاللي هي ديليت برودكت بقى هناخد نفس الكلام ده بس هنغير عليه. تعالى ناخد تراي كاتش كده، ايه و ماشي، تعالى ناخدها كوبي كده ونحطها هنا. بس انا هنا مش هبعت حاجه، انا هقول له ديليت ديليت، دي الميثود بتاعتنا، والمفروض انت كنت بتبعت له هنا الايه الاي دي، يعني ده هنخلي اسينك. طبعا كنا في الديليت لما كنا بنروح في البوست مان كنت بتاخد الاي دي مثلا بتاع البرودكت ده، الاي دي بتاعه فين اهو، ماشي، وكنا بنيجي نعمل نغير الميثود نسميها دي نخليها ديليت، وتبعت له هنا الاي دي، تمام، وبتسند على طول. يعني انت كنت بتبعت له اليو ار ال زائد الاي دي، بس هو ده اللي انت بتعمله، وبتسند ايه المفروض بيبقى ايه، قال لك ايه ديليت اكونت 1 اهو، حذف البرودكت اللي احنا ضفناه. يبقى انا كل اللي انا هعمله هقول له هنا سترينج اي دي، تمام. وطبعا طالما الميثود دي احنا عاملينها في الريبو، ف وعامل لها اوفر رايد من الريبو، فانت ما ينفعش ايه ما ينفعش تعدل عليها الا زي ما هو مديها لك بالظبط. يعني انا مثلا كنا في الديليت، فانت هتقول له هنا سترينج اي دي اي دي عشان يقبلها منك الناحيه الثانيه، تمام، فقبلها من الناحيه الثانيه اهو، تمام. فالمفروض انا مش هبعت اي حاجه من ديت، كل اللي انا هعمله همسح ده كله بس، تحط دي كده دوت ديليت بس، وايه تمسح الباقي ده كله بس، تمام، وايه تطبع لي الريسبونس دوت بودي بس. اليو ار ال هنا زي ما انا كنت قايل لك في البوست مان كنا بنبعت اليو ار ال اللي هو بتاعنا اللي هو البرودكت زائد الاي دي، فانت هتعمل ايه، هتقول له زائد هنا زائد، المفروض دي بتقبل سترنج، هتعمل له شرطه كده، تمام، زائد الاي دي. طبعا الاي دي سترنج احنا مستقبلينه اهو بس، فا اهو ده الاي دي، ودي الشرطه اللي احنا ضفناها اللي هي هنا دي بس، دي الديليت، تمام. ايه فين تاني الابديت بقى، تعالى في الابديت. الابديت المفروض بتاخد منك ايه، بتاخد منك حاجتين، الاي دي، تمام، السترنج الاي دي، وكنت في بتديها بادي برضو، تمام، كنا بنديها بادي، تمام، بتديها مثلا الحاجه اللي انت عاوز تعدلها في البادي، تمام، يعني هنا التايتل مثلا كنا بنعدله، ماشي. فانت المفروض بتدي له السترنج اي دي وبرودكت ايه برودكت، دي البارامترز اللي انت هتديها له، تمام، وتسيف. تعالى بقى نروح على البرودكت ريبو، تعالى ناخدهم كوبي كده ونحطهم هناك برضه عشان يقبلهم مني هنا في البرودكت اي بي اي في الابديت ميثود، اهي بتستقبل اثنين بارامترز عشان لما اجي اعمل اوفر رايد، تمام بس. وهنا تقول اسينك اويت عشان فيوتشر، تمام، وتنزل تحت هنا تاخد الكود بتاع البوست، ماشي. بس كل اللي انت هتعمله هوريك هنعمل ايه، هي زي البوست بالظبط، تمام. ناخد دي كده تراي كاتش، ناخدها وتحطها هنا كده، تمام. طبعا البوست كنت بترسل البرودكت بس من غير الاي دي، تمام، لا بس انا هرسل هنا الاي دي، فانا اقول له زائد شرطه، ماشي، زائد الايه الاي دي بس. موضوع بسيط جدا، وبتبعت انت البرودكت دوت جيسون بقى، يعني الحاجه اللي انت هتبعتها هنا، تمام. بس يا سيدي هو ده اللي انا ايه، دي الابديت الكود اوبريشن بتاعت الاي بي اي، تمام. طيب لما اجي استخدم دي بقى استخدم ازاي، المفروض الحاجه ديت هترجع لي ايه، هترجع لي جيسون داتا. يعني مثلا جيت اول برودكت، جيت اول برودكت ده هترجع لي ليست اوف جيسون. طيب انا عايز احولها بقى لليست اوف
برودكت عشان اقدر استخدمها في الابلكيشن بتاعي. هنا بقى يجي دور الفيو موديل. تمام، الفيو موديل ده هنعمل فيها حته الاستيتمنت، هناخد الليست من هنا من الاي بي اي. تمام، وانا هوريك هنعمل ايه فيها دلوقتي. تعالى نقول مثلا برودكت، انا هنا رايح على الفيو موديل، فيو موديل. طبعا احنا كنا ممكن نعمل الديزاين الاول في الابلكيشن وبعد كده نروح على الايه، على اللوجيك، بس انا حبيت ابدا من تحت لفوق. تمام، فانت تقول له كلاس، كلاس لو انت مش عارف البروفايدر روح اتفرج عليه، كلاس برودكت في اي اي دبليو موديل. تمام، بتكس ويز. تمام، ويز دي عشان ميكسن تشينج ايه نوتيفاير. تمام، دي تبع البروفايدر. تمام، ويز دي ميكسن طبعا. فانت هتعرف لي هنا ايه المفروض، هعرف ليست اوف برودكت، ليست اوف ايه برودكت، برودكت. تمام، طبعا الليست اوف برودكت ديت ممكن تبقى ليست وممكن تبقى يعني ممكن تشيل برودكتس وممكن تشيل ايه نال. تمام، طيب المفروض نسميها مثلا برودكت، برودكتس. تمام، بس الليست ديت انا هخليها برايفت عشان نعمل نطبق مبدأ الانكابسوليشن. تمام، بس فتستدعي الايه البرودكت مودلز، وهنعمل ميثود بقى هي اللي تجيب لي الايه. طبعا في عندك ستر وفي في الجيتر. تمام، لما بتطبق مبدأ الانكابسوليشن. طيب انا هطبق مبدأ الانكابسوليشن ليه؟ عشان انا مش عاوز اضيف في البرودكت ليست دي بشكل مباشر، لا ده في شروط انا هحطها. تمام، طيب اول حاجة بقى تعملها دي بقى حتة الكومبوزيشن. الكومبوزيشن ان انت بتعرف في الكلاس بتاعتك داتا تايب من النوع كلاس تاني، من نوع كلاس تاني. يعني مثلا احنا عندنا الريبو دي، الريبو دي ايه فين؟ دي الريبو، الريبوزيتوري. تمام، البرودكت ريبو دي كلاس. تمام، عاوز انا بقى اعمل الجزئية اللي هي بتاعت الكومبوزيشن. فانا الكومبوزيشن بكل اختصار ان انت بتعرف داتا تايب بس بيبقى من النوع ايه كلاس تانية، فانت تقول له برودكت ايه ريبو. تمام، طيب انا بعرف اوبجكت من ده ليه؟ هقول لك دلوقتي بعرفه ليه. طيب طبعا هنخليه ليت ونستقبله في الايه، في الكونستراكتور، نستقبله في الكونستراكتور طبعا اسمه برودكت فيو موديل. تمام، وتحطه هنا كده بتاعها ايه، والمفروض هنسميه مثلا المفروض required this dot product، لا product repo بقى، product repo. تمام، بص يا سيدي، انا دلوقتي هنا عملت الكونستراكتور بتاع البرودكت فيو موديل. تمام، وباصيت له الايه البرودكت ريبو ده. طيب هل انا ينفع ارس من ابستراكت كلاس؟ يعني ينفع اخد اوبجكت من ابستراكت كلاس؟ لا، انت البرودكت ريبو دي ابستراكت كلاس، فانت ما ينفعش تاخد منها اوبجكت، بس ينفع ترس منها بس. طيب لما انا اخد اوبجكت بقى، هباصي له الكونستراكتور ازاي؟ انت كنت مثلا لما تعمل كلاس، كلاس دوج مثلا، دوج كنت بتسميه دوج وبتقول بيساوي ايه دوج. تمام، وده كان بيبقى الكونستراكتور. طيب هنا بقى هتبصي لها ايه؟ انت ما ينفعش تاخد اوبجكت من ابستراكت كلاس الا لما تبصي له، يعني ما ينفعش تقول كده برودكت، ما ينفعش تقول برودكت ريب وبص ابستراكت كلاسز كانت بي ايه انستانشيتد، يعني ما ينفعش ترس منها. بس هنا بقى في حته البولومورفيزم ممكن تجيب من اللي بيرسوا منها، يعني تبصي لها الكونستراكتور بتاع الابن اللي بيرس منها، الابن اللي بيرس منها ايه؟ اللي هو ايه؟ الاي بي اي. فانت ممكن تبصلها هنا الاي بي اي. تمام، ولو استدعيت الاي بي اي كده هيقبل منك الايه البتاع. طيب دي بقى حته الايه الريوزابيليتي، دي حته الاستراتيجي باترن. بس انا طبعا البرودكت فيو موديل ده هستخدمه في حته تانية، بس انا بوريك دلوقتي انا هعمل ايه. يعني انا عرفت الاوبجكت ده عشان اعمل بيه ايه. تمام، طيب لو الداتا جايه لك من هايف، فانت هتقول هنا هايف. تمام، او اللوكال دي بي، لوكال دي بي لما نيجي نعملها. تمام، فانت انت اللي بتتحكم. تمام، انت اللي بتتحكم هتبقى عايز تباصي انهي اوبجكت. تمام، طيب انا هستخدم البرودكت ريبو ده في ايه بقى؟ مش البرودكت ريبو ده، في ميثود اسمها جيت اول، جيت اول برودكت، فانا هستخدمها بقى. فانت هتعمل الميثود هنا مثلا، اول حاجه طالما عملت ده برايفت فانت لازم تعمل له جيتر. فانت هتقول له جيت برودكتس، والجيت برودكتس ديت المفروض دي الجيتر بقى، المفروض هترجع لي الايه دي الجيتر بتاعت الليست، ليست جيتر. تمام، والمفروض ترجع لي الايه بقى، ترجع لي البرودكت ليست دي. فانت هتقول له ريتيرن ايه برودكتس. تمام، دي المفروض الايه الجيتر.
طيب انا مش عايز اعمل اكديتر كده بشكل مباشر، لا ده انا المفروض المفروض هنعمل ايه؟ طيب لا تمام، انا عاوز اعمل اكديتر كده بشكل مباشر عشان دي اللي هتخليني ايه اجيب البرودكت. طبعا انت هتقول لي مش اي فانكشن يا عم الحاج بيبقى لها كوسين. اي فانكشن بيبقى لها كوسين ما عدا اكديتر، تمام. طيب ايه اللي انا اعمله بقى؟ المفروض اجيب استخدم الليست دي، الليست اللي هتبقى جوه البرودكت ريبو، في ان انا اجيب الداتا منها. طب انا احول الداتا بقى، احولها لليست اوف ايه؟ ليست اوف برودكت. فانت هتقول له مثلا هتعمل له فانكشن فيوتشر، والفيوتشر دي بترجع ايه؟ فيوتشر اوف فويد مثلا، تمام. كل اللي بتعمله هتعدل على الليست دي، فهنستخدم فيها حته الستيت مانجمنت. فانت هتقول له جيت اول برودكتس، تمام. وايه وبص يا سيدي هنعمل ايه؟ طبعا اسينك، تمام. هنستخدم دي بقى في ان احنا نجيب الايه البرودكتس. فانت هتعرف له ليست مثلا، هتقول ليست اوف هنسميها مثلا هنسميها ليست مثلا اوف، ممكن تشيل نال، تمام. طيب انا بعمل الليست دي ليه؟ المفروض في البرودكت ريبو دي بترجع لك ليست، فانا هعمل الكونديشن على الليست اللي هترجع من هنا، تمام، بحيث ان انا احولها كلها للبرودكت ليست. فانا ايه ده اللي انا عامله دلوقتي؟ انا اعرف ليست فاضيه، تمام. والليست ديت هتساوي ايه؟ انا هقول له الليست ديت، او تعالى نيجي هنا مثلا، ماشي، هتقول له بتساوي ايه؟ هتساوي await، تمام. هنقول له بقى برودكت ريبو دوت ايه؟ جيت اول برودكتس بس. يبقى الليست ديت هتخزن ايه؟ هتخزن الليسته اللي جايه من الايه؟ من البرودكت ريبو. طيب لو انت حاقن هنا بقى، لو انت حاقن هنا لما انت تيجي تبص كونستراكتور دي حته الديبندنس انجكشن برضو، فانت لو بص هنا بيساوي اي بي اي، فهيجيب لك الميثود بتاعت الايه الاي بي اي، ما انت كده كده عامل اوفر رايت، تمام. هيجيب لك الميثود بتاعت الاي بي اي، يعني مثلا في جيت اول برودكتس برضو في الاي بي اي، تمام. فانت على حسب الكونستراكتور اللي انت هتبصيه هنا هيجيب لك الايه جيت اول برودكتس بتاعتها. فعشان كده انا عملت الحته بتاعت الريبوزيتوري، تمام، عشان تعمل اوفر رايد للميثودز ديت، وعشان نستخدم الكونستراكتور، بحيث لو اختلف الكونستراكتور هتختلف الامبلمنتيشن بتاع الايه الفانكشن، هيختلف طريقه الداتا اللي انت بتجيب، الداتا اللي انت بتستخدم فيها الفانكشن دي. فدي حته الايه الاستراتيجي باترن، تمام. طيب بس ف تعالى نشيل دي كده ونخليها زي ما هي، تمام، عشان احنا مش هنبسطها من هنا، تمام. بس يا سيدي، وهتعمل ايه بقى؟ هتقول له عايزين نضيف دي بقى بتشيل برودكتس، بس عايزين نضيف الليست ديت بقى، الاوبجكتات اللي جايه من الليست ديت في الايه في البرودكت ليست. طبعا دي هترجع لي ليست اوف ايه دايناميك مثلا، او ليست اوف ماب مثلا، تمام، زي ما احنا عاملين دي ليست اوف دايناميك. فاحنا عاوزين نحول الليست اوف دايناميك اللي هي هتيجي من الاي بي اي، اللي هي مثلا هتبقى ديت. لو انت عملت كده تمسح ده كده، تمام، وتعمل جيت، هتسند الريكوست، تمام. عايزين نرجع نحول الليست دي كلها بقى لليست اوف ايه اوبجكتس، تمام. فانت هتقول له ايه؟ هتقول له البرودكت ليست اللي احنا معرفينها فوق، برودكت ليست برودكتس دوت اد اول، تمام. هنضيف ايه؟ كل الحاجات. طب هي محتاجه ايترابل. طيب ايترابل ده ايه يعني؟ ايه يعني؟ بص يا سيدي، الليست والماب والست بيرسوا من كلاس اسمها ايه؟ ايترابل، ماشي. كل اللي بتعمله ايترابل دي بتعمل حاجه زي فور لوب كده، بتلف على الليست كلها، تمام. فانا هستخدم الميثود اللي اسمها هنستخدم الليست دي بقى، تمام، دوت ماب، تمام. طيب دوت ماب دي بقى هتعمل ايه؟ طبعا دي ممكن تشيل نال، فانت تحط له نال تشيك اوبريتور هنا. طيب انا هعمل هنا ايه؟ دوت ماب ديت هتلف على الليست دي كلها وهتعمل لي حدث معين. يعني مثلا عندك ليست اوف مربعات، مربعات مربعات، تعالى نكتب مربعات، ليست اوف مربعات. عاوزين نحول ليست اوف مربعات دي ايه؟ ليست اوف مثلثات، تمام. عايزين نحولها ليست اوف مثلثات بقى، مثلثات، تمام. فمثلا الليست دي فيها مربعات بس، فانت هتدخل لها هتدخلها هتستدعي الفانكشن اللي هي اسمها ماب، دي هتلف على الليست دي كلها، يعني هتلف على اوبجكت اوبجكت هنا، تلف على الاوبجكت الاولاني ده، والاوبجكت الثاني، والاوبجكت الثالث، تمام. وتعمل ايه بقى يا سيدي؟ وتحوله لبرودكت، تمام، لاوبجكت من النوع برودكت. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ فانت هتقول له هنا اللي هو الايتم ده بقى، مثلا هنسمي ده ايتم او برودكت، ايتم الله اكبر الله اعظم، تمام. تعالى نحول دي كده، هتقول له هنا ايتم، تمام، ده الايتم بقى. احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نحول الايتم ده
عاوزين نحوله لايه؟ عاوزين نقول برودكت. احنا عاملين فانكشن اسمها برودكت دوت في روم جيسون، فالايتم ده هيبقى جاي من الاي بي اي فهيبقى على شكل الجيسون، فاحنا هنحوله بقى لاوبجكت من نوع برودكت، برودكت دوت فروم جيسون، تمام، وتديله الايه الايتم، تمام. طيب بعد كده بقى يعني دي كده كلها هترجع لي، هتحول لي العناصر بتاعت الاي بي اي لايه، للبرودكت اوبجكت. وبعد كده الفانكشن اللي بره ديت احنا بصيناها، بصينا دي كلها كبارامتر للايه، للاد اون، فدي هتحط العناصر دي كلها في البرودكتس، ايه، في البرودكت ليست، لانها بتشيل لسته من برودكتس بس. طيب في الاخر بقى المفروض الماب ديت بترجع لك ليست اوف اتيرابل، بس احنا عاوزين نحولها لدوت ليست، يعني عاوزين نحولها لليست مش ايه، مش اتيرابل. فانت هتقول دوت تو ليست، تو ليست بس. فايه عشان كده دي ايه، طبعا اد اول مش قابلها مني ليه، ذا ميثود اد اول كانت بي بيكوز كان بي نال. ماشي، المفروض بنعمل ايه؟ المفروض نحط نال تشيك اوبريتور هنا، تمام. طيب دي كده هنضيف كل العناصر اللي هتيجي من الاي بي اي بعد ما نحولها دوت تو ليست. دي بقى دي كده هنحول العناصر كلها السطر ده. طيب بعد ما نحولهم كلهم بقى، لا هنحولهم لليست بقى، هنخليها ليست اوف برودكتس بقى، وبعد كده نضيف الليست دي كلها بقى مره واحده للليست اللي هي ايه، الليست اللي هي برودكت، تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ هتقول له نوتيفاي ايه ليسنرز، تمام. بس نوتيفاي ليسنرز ده عشان ايه؟ عشان دي حته الاستيتمنت الجيمنت دي بقى، بلغ كل الليسنرز اللي هيسمعوا للايه، للبرودكت ايه الليست دي. طيب تعال نجرب الاي بي اي بتاعنا بقى دلوقتي، تعال نجرب نعمل بتاع كده. تعالى مثلا تعالى نطبع، هنقول له تشيك، تعالى نطبع الليست دي بقى تشيك دي باج، تمام. ونطبع ايه، تعالى نطبعها كده، نطبعها تحت اهو تشيك دي باج، هنقول له ايه، ونبص له البرودكتس بقى، البرودكتس، تمام. طيب هنجربها الاول من قبل ما نعمل الديزاين ولا اي حاجه. هتروح هنا على المين، على المين هنقول له المفروض هنا بقى في الماتيريال اب نعمل حته الستيت مانجمنت بقى. فانت كنت بنعمل الستيت مانجمنت ازاي؟ كنت بتربها بويدجت، تمام، اسمها تشينج، تشينج نوتيفاير بروفايدر، تمام. طيب وكنت بتعمل حاجه اسمها كرييت، كان في بروبرتي اسمها كرييت، تمام. وكرييت دي بتاخد منك قوس كده، ممكن تحط في كونتكست وممكن لا، وبعد كده بتديها البروجكت الاوبجكت بقى اللي هو من النوع ايه، الفيو موديل بتاعك. فانت كنا مسمينه برودكت تاكت فيو موديل، تمام. طيب البرودكت فيو موديل ده هنستدعيه، تمام، هنستدعيه كده، تمام. طيب البرودكت فيو موديل بقى محتاج منك كونستراكتور، ده بقى الحته دي بيأدي ديبندنسي انجكشن كده، هنحقن بقى. طيب هنا في البتاع دي انا قلت لك دي الحته دي اسمها ايه، اسمها كومبوزيشن. كومبوزيشن اللي انا بعرف داتا تايب من النوع ايه، برودكت ريبو. طيب انا بقى عاوزه ياخد الداتا اللي من الاي بي اي، بس يجيب لي الداتا اللي من الاي بي اي. فانا انت هتبص له الكونستراكتور، المفروض اللي هيتبص هنا ده هيتساوي بالايه، بدي، يعني القيمه اللي انت هتبصها هنا هتتساوي بدي. طيب انت المفروض عايز تحقن بقى، عاوز تحقن بالاي بي اي، فانت تقول له البرودكت ريبو، تمام. هنحقن بقى دي الديبندنسي انجكشن، بتحقن اوبجكت جوه كلاس، تمام. فانت هتقول له الاي بي اي، عاوزين نجيب الاي بي اي كلاس، تمام، بحيث ان هو في عملنا احنا الفانكشن دي بشكل عام اللي هي جيت اول برودكتس ديت اللي هي الام اصلا اللي هي الايه اللي كانت ابستراكت. طب لما انت تحقن من الاي بي اي، لا هيستخدم الجيت اول برودكتس بتاعت الاي بي اي. طب لو حقنت بلوكال دي بي هيستخدم الجيت اول برودكتس بتاع اللوكال دي بي، تمام. بس دي الفكره يعني. طيب بس فانا عاوز هاجي مثلا على الزرار اللي هنا ده، خلاص انت حقنت الاوبجكت بقى، تعالى مثلا في الزرار اللي احنا ما عملناش اي ديزاين ولا اي حاجه، بس هنجرب بس الاول يعني. فانت تقول له في الام بريزد بتاعت الفلوتنج اكشن بوتون ده المفروض نعمل ايه؟ المفروض يا سيدي هتستدعي بقى، تقول له مثلا كونتكست دوت ريد، تمام، وهتريد من ايه؟ من دي، روح اتفرج على البروفايدر لو مش فاهم، هتقول له برودكت فيو موديل، الاوبجكت من نوع برودكت فيو موديل دوت ايه؟ جيت اول برودكتس، تمام؟ تمام يا سيدي. طيب الجيت اول برودكتس دي كانت بتعمل ايه؟ كانت هتملى لي الليسته بتاعتي، تمام، وبعد كده نطبع الليست، تمام. فيعني ايه، انا مش عاوزك تتوه يعني، ماشي.
طيب انا امسح ده بعد ما اخلص، بس انا عايز اشوفها شغاله ولا لا، بس ان شاء الله هتبقى شغاله يعني. طيب تعالى نرن الابلكيشن بتاعنا. تمام، هفصل بس على مروان. تمام، دي كانت تجربه يا شباب، يعني انا كنت عمال اجرب كده امبارح، فا يعني ايه ده، يبقى ممكن يبقى يعني جزء من شكل الابلكيشن يعني. تمام، بس ما تشغلش بالك دلوقتي، انا هرن وارجع. تمام يا رجاله، الابلكيشن رن اهو. المفروض يعني لما ادوس على الزرار ده اهو يعمل لي ايه بقى، هنروح في البرودكت فيو موديل. احنا المفروض هيستدعي الفانكشن دي، وبعد ما يستدعي الفانكشن ده هيملى الليسته، والليسته هيبقى ايه، هنطبع اللي هي تشيك دي باج ديت، هنطبع الليسته اللي هي بتاعه البرودكت. تمام، الموضوع ده طبعا عندي في المين هنا في الزرار، انا استدعيتها. تمام الفانكشن، طب تعالى بقى نشوف كده، بسم الله الرحمن الرحيم، سموا معايا كده، يلا 1 2 3. الله الله، المفروض ايه، الليسته شايله ايه، ليست اوف ايه، اوف برودكت، ماشي، فهي انستنس اوف برودكت اهو، رجع لي وانستنس اوف برودكت وانستنس اوف برودكت وانستنس اوف برودكت. طب تعالى بقى ان ايه، ان نطبع هنا مثلا في الـ في البرودكتس ديت دوت نيم مثلا، اوف اندكس مثلا، اوف زيرو دوت، المفروض دي شايله ايه، اوبجكتات من النوع برودكت. طيب تعالى كده نقول له اوف، هنشوف اوف زيرو مثلا دوت ديسك او تايتل. تمام، المفروض هيتبع لي الايه، التايتل بتاع اول عنصر. تمام، تعالى نعمل هوت ريستارت كده، يعني مع يعني الموضوع هيبان صعب بالنسبه لك شويه، بس كل حاجه ولها مقابل، يعني انت عايز تتعلم كلين اركتكتشر فانت لازم تذاكر ولازم تطبق الكلام ده. تمام، فانت تدوس على الزرار. تمام، رجع لك الايه، اوردينري ده العنوان بتاع اول حاجه. فتعال نجرب زيرو كده او 1 او 2 كده، ماشي، المفروض نعمل ايه، هوت ري، تعال ندوس كده تي شيرت، رجع لك العنوان بتاع اول واحد. تمام، يبقى انا كده الايه، كل حاجه انا عملتها ماشيه معايا. تمام، كل حاجه شغاله ماشي. احنا هنمشي واحده واحده كده بقى في بقيه الفانكشنز التانيين. إيه تمام، بس انا والديزاين برضه هنمشي واحده واحده، فانا مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده بصراحه، بس ايه اهم حاجه تذاكروا اللي انا شرحته يعني. تمام، سلام عليكم.